أبنائي وبناتي فناني المستقبل، طالبات وطلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، السادة الحضور الكريم، منذ حوالي 40 عاماً قام أستاذنا الجليل رحمة الله عليه دكتور فوزي فهمي بإنشاء هذا المهرجان، وأطلق عليه اسم مؤسس معهدنا العريق زكي تليمات، وفاء له واعترافا بفضله. ومنذ ذلك اليوم انطلق المهرجان دون توقف حتى في أصعب الظروف، لنصل اليوم إلى الدورة رقم 39 من تاريخه، ليصبح دليلا على الوفاء عبر الأجيال وعلامة على الحب والإخلاص لفننا ولمعهدنا وأساتذتنا الأجلاء. واليوم في هذه الدورة أعتبره يوما استثنائيا بكل المقاييس. هذا الاحتفال يحمل دلالات تثير فينا الشجن ومشاعر المحبة والتي طالما زرعها صاحب هذه الدورة. لن أطيل الحديث عنه، لأن اسمه فقط يحمل العديد من القيم الراسخة والعواطف النبيلة والتفاني في العمل وخدمة الآخرين.